الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. خلق الله عز وجل الإنسان واستخلفه في هذه البسيطة ليعرف ربه سبحانه وتعالى ويعبده ويعمر الأرض ويستفيد من خيراتها التي أودعها الله عز وجل فيها. فهذه هي رسالة الإسلام لبني الإنسان، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فجعل التعارف علة الخلق حتى يقوم الناس به على الوجه الذي يحصل به التعايش، ومن ذلك التعاون على ما ينفع الإنسانية، لأن الإنسان لا يستغني عن أخيه الإنسان في هذه الحياة، فلكل واحد مهمة يقوم بها يكون نفعها مشتركا بينه وبين غيره. وكما يقول علماء علم الاجتماع: الإنسان مدني بالطبع، أي يفتقر لغيره وغيره يفتقر إليه، فلا تتكامل الحياة إلا بذلك، وهو ما يشير إليه قوله تعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وكما يقول الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. وكل هذا يحتم على بني البشر أن يتعايشوا بسلام ووئام، لا بتفان وخصام، فإن الأرض وضعها الله للأنام، وهي تسعهم جميعا إنهم تعاونوا على المصالح ودفع المضار، واجتنبوا الإفساد في الأرض الذي نهى الله تعالى عنه جميع عباده، ولا يحبه ولا يحب أهله. وهذا ما يسعى إليه مجلس حكماء المسلمين بكل جهده وأدبياته مع مختلف بني الإنسان، فينبغي أن يقدر سعيه ويتفاعل معه الناس أجمعون. هذا ما نريده من الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.